بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختص هذا الشهر بأن الله أنزل فيه القرآن، بمعنى أنه ابتدأ فيه إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في 23 سنة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وقد تكامل هذا القرآن العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل سنة في الليل، كان جبريل ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتدارسان القرآن كل ليلة. فلما كان في السنة الأخيرة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، وكانت المدارسة ليلا، فدل على فضل قراءة القرآن في هذا الشهر والإكثار من تلاوته. وإذا كان هذا في المساجد فهو أفضل، يجتمع للمسلم الاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن ويقتدي بالسلف، لأنهم كانوا إذا جاء رمضان فإنهم يتركون حلق العلم ويقبلون على تلاوة القرآن. قد اختلف العلماء في معنى قوله أنزل فيه القرآن، والصحيح أن المراد ابتدأ فيه إنزال القرآن ثم تتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن القرآن نزل جملة واحدة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله جل وعلا قال أنزل فيه القرآن، سواء أنزل كله أو ابتدأ إنزاله في رمضان، فهو شرف لهذا الشهر وتخصيص له بإنزال القرآن. ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، مع التدبر، وأن المسلم يرتبط بالقرآن دائما وابدا، ولكن في رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، فيرتبط في القرآن في رمضان أكثر من غيره، كما كان السلف يقبلون في شهر رمضان على تلاوة القرآن العظيم. المسلم يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان ويتلو ما تيسر له. من كان يحفظ القرآن كله فهذا خير عظيم، وهذا مع السفرة الكرام البررة. ومن كان يحفظ سورا أو أجزاء منه فليكرر ذلك في شهر رمضان. فالقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه، كله قرآن. ولا يقول من لا يحفظ القرآن أو لا يستطيع قراءة القرآن كله يقول أنا لا أحسن، بل يقرأ ما يحسن، فاقرأوا ما تيسر منه ويكرر ذلك، وفي ذلك الخير الكثير. وكذلك الإنسان الذي ليس ماهرا بالقرآن يقرأ القرآن على حسب استطاعته ولو بالتهجي. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر الصبر على المشقة. على المسلم أن يقبل على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك العظيم، لأنه شهر القرآن أنزل فيه القرآن، فيكثر من تلاوة القرآن، إما عن ظهر قلب إن كان يحفظ، وإما من المصحف ولو بالتهجي كما سبق. فيكون للمسلم نصيب من تلاوة القرآن في هذا الشهر لينال هذا الأجر العظيم والثواب العظيم الذي هو تلاوة القرآن
في شهر رمضان. فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه بالغفلة والنوم. كثير من الصوام ينام الوقت، وقد لا يقوم لصلاة الفريضة بل ينام ويقول أنا صائم. طيب صائم وتضيع الفريضة، تضيع الصلاة في وقتها؟ الصلاة أكد من الصيام. على المسلم أن لا يجعل شهر رمضان شهرا للنوم والكسل، يجعله شهرا للنشاط والطاعة، النشاط في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل. فشهر رمضان شهر عظيم مبارك، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم مبارك. صفات لهذا الشهر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان وقال لأصحابه: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وحثهم على العمل الصالح في هذا الشهر واستغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل، لأن هذا الشهر له مزية على غيره من الشهور، والعمل فيه مضاعف، الصدقات فيه مضاعفة، وغير ذلك من الأعمال المباركة. فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من ثواب هذا الشهر وفضله، ويخلد إلى الكسل أو إلى النوم والراحة، يقول أنا صائم. الصيام يعينك على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، لا يثبطك عن الطاعة ويكسلك عن العبادة بحجة أنك صائم. الصيام يعينك على العمل الصالح وعلى تلاوة القرآن وعلى عبادة الله، ولا يثبطك عن الطاعة وتخلد إلى النوم والكسل والإهمال. هذا حرمان، وكل ميسر لما خلق له، ولكن عليك بالعزم والحزم والنية الصالحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.